يعني كرة القدم بدون جمهور ما هيش كرة، سمحوا لنا الظروف اللي فتنا فيها صح، ولكن لازم على المسيرين تاع الكرة كذلك باش ياخذوا بعين الاعتبار انه الكرة بدون جمهور ما هيش كرة، وفي التنظيم وكذلك حتى التحفيز والتنظيم باش الناس تجي للملاعب لازم كاين خاصة الظروف اللي قبل المباراة ومن بعد المباراة للجمهور باش يعني يجي في استراحة تامة للملعب، وكذلك لازم نشوفوا على الفرق باش تلعب بالكرة باش الناس تجي تتفرج لازم نشوفوا سبيكتاكل يشوفوا مباراة لعب، لأنه درك ما نجوش نخبوا عليهم راهم يشوفوا يدير التلفزيون يشوف كيفاش في أوروبا الناس كيفاش تلعب في آسيا في أمريكا، إذا الناس راح تشوف سبيكتاكل ما نجوش نهدموا الكرة ولكن لازم نديروا سبيكتاكل والنتيجة تجي معاها. On ne peut pas du jour au lendemain former une équipe et avoir des résultats. هذه مستحيل، لازم الجمهور تاعنا يفهمها والمسيرين تاعنا يفهموها.